انا ميكانيكي الاصل، هاد الحرفه تعلمتها في الصغر ديالي، خرجت من الدراسه ودخلت درت لا ميكانيك وتعلمتها في واحد الظرف وجيز صراحه فهمتيني. ملي تعلمتها بقيت كنخدم في هاد الكراج هاد الكراج هاد الكراج، وصلت المده ديال 22 عام 21 عام وصلت هاد المده. كان واحد الكراج حدانا حدا الدار خوا، دخلت ليه كريتو ودخلت وليت مشيت كنشري السواش وهذه وبديت خدام فيه. وكيفاش وليت كنصاوب هاد الشيء وكيفاش كنبتكر انا في لا ميكانيك صراحه. دابا كتشي بياسه ما كنلقاوهاش، كنوحلو فيها كنصاوبها فهمتي. دابا يعني شي حاجه ما كايناش خاصني نصاوبها ما يمكنش، ولا شي حاجه كنلقاها غاليه عندهم البياس كنمشي كنصاوبها لراسي. كطلع خدام وكضرب واحد المده صافي، بقات من تما. وليت كنبغي نكتشف شي حاجه نصاوبها، كنصاوب بزاف ديال الحوايج. بعد باش كنصاوب واحد المحرك اللي غادي ما يحتاج حتى شي حاجه. المحرك كنصاوب نموذج ديالو شحال هذه، ومن بعد قلت نصاوب واحد كبير. وبقيت الحمد لله وفقني الله وكملته. المحرك ساهل يعني ما عندوش شي حاجه، ساهل غير هو ما كيحتاج حتى شي حاجه. هذا المحرك تيخدم بالضوء ولكن ما كيحتاجش الضوء فهمتي. دابا هو كيخدم بالضوء ولكن ما كيحتاجش الضوء. الضوء فيه كاين واحد المسائل اللي كيعطيوه الضوء باش كيديماري في الاول، من بعد ملي كيديماري كتقلب ليه الضوء، كيولي الضوء اللي كيخرج هو باش خدام الموتور. وداك البول اللي قدام كنستغلوه ندورو به شي حاجه فهمتي. يعني هو خدام بالضوء ولكن ما كيحتاجوش، ماشي غنمشيو نديرو بريز او نخويو ليسانس او نخويو ماسو، داك الشيء ما بقاش نحتاجوه، عيولي كل شيء فيه. وداك الشيء ما كنديماريو في الاول بالضوء كيدور كيعاود يتشارج هذاك، وهو كيعطي لراسو الضوء صافي، كيبقى خدام بالضوء لراسو. يعني ما كيحتاجش الضوء، هذا هو اللي بنقول. ماشي قلت لكم ما كيخدمش بالضوء، قلت لكم ما كيحتاجش الضوء، ما يحتاج هو اصلاح بزاف. عنده عده اختصاصات الفلاحه الطاقه، يعني عنده بزاف. الا بشكرنا فيه وحاولنا نطوروه عنده بزاف، خصوصا الفلاحه. بالنسبه للفلاحه الناس اللي كيعدوا من الماء يقولوا يجبدوا به الماء فابور، يعني ما يحتاجوا لا ضوء ولا طاقه لا والو، داكشي غيبقى فيه يقدر يخسر يصوبوا عادي. الضوء حتى هو كنضيفوا واحد المولد يخرج لنا الضوء، هذا هو اللي كاين. البروجي بغيت نهدي للدوله فهمتيني، يعني هما يجي شي مسؤول، يجي شي واحد يوقف معايا ونصوبوا الوريقات ديالو المسائل قانونيا، ونحاولوا نطوروا ونحاولوا نساعدوا به بلادنا والفلاحه هما الاولين، ومن بعد نبداو يعني نديروا ليه التصدير. ملي كملتو وفقني الله كملتو ديماريت. بالنسبه لهذا المحرك هذا انا صوبته وانا تيخ في راسي، يعني انا خاسر فلوس من عندي انا ما كنهمش صوبته، يعني انا لا ما صدقش ليا ديالي، انا كنتحمل المسؤوليه. ولكن الحمد لله ملي وفقني الله وصدق فرحت صراحه، فرحت فرحان كنقول صافي مستقبل فهمتي. كتسنى في شي واحد اللي غادي يجي، شي مسؤول غيجي عندي غيقول لي ورينا هذا الموتور اللي كتقول راه كيخدم بلا والو، ورينا هذا الشيء واش هذا الشيء بصح ولا كذوب فهمتي. كنت كنتظر شي واحد غيجي عندي، خليت الموتور هنا وكنتظر شي واحد يجي غيقلبو غيشوف غيقتنع فهمتيني بالفكره. ما عجبتوش الفكره يقول لي هذا الشيء اللي كدير فيها تخربيق. يعني كنت كنتسنى واحد السيمانه وانا كنتسنى، ما جا عندي حتى شي واحد، ماشي يبقى فيا الحال صراحه. الحمد لله انا مستمر دابا خدام على هاد البيكاله هادي، حتى هي هادي اللي كتولد الطاقه. هاد البيكاله ما كتحتاج والو، كتحتاج غير طلع التريني كتولي فيها الطاقه. هاد البيكاله ساهله حتى هي، يعني ما يبداش يقول لي انسان هادي راه كاينه ولا معروفه ولا فهمتيني، ما يقولش لي معروفه ولا كاينه. انا هادي الابتكار ديالي صوبته، تكون ولا ما تكونش ما عنديش مشكل. المشكل اللي عندي هو خاص الناس تتنفع بها، نوريهم كيفاش الطريقه غيصوبوها. كلشي غيصوبها ساهله، تقدر تخدم بها ماكينه الصابون سبيراتور اي حاجه، غطلع غطريني واحد ربع ساعه تولي فيها الطاقه. انا اللي كنطلب، انا مكرهش شي واحد فهمتيني، مكرهش شي مسؤول يجي يشوف. الا كان شي تخربيق نحبس، كان الشيء في مصلحة العامة نستمر بصراحة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.